يقل عن 80 آخرين بجروح في سلسلة هجمات بينها انفجار خمس سيارات مفخخة في مناطق متفرقة من العراق حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. تعيين الجنرال جون أعلن القائد الحالي لقوات الحلف الأطلسي في أفغانستان قائدا أعلى لقوات الحلف الأطلسي. وقال رفعي على مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردوفان التي تدور فيها معارك بين الحكومة السودانية ومسلحي الحركات الشعبية حسب ما أفاد شهود عيان. المسلحون ركز في مستشفى شفاء الرئيسي بحالات تفوق إمكاناته وقدرته الاستيعابية. عملاق صناعة أجهزة الألعاب داخلية دول مجلس التعاون الخليجي وافقوا على تعديل الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتي أقرت عام 1994. لا يمكن إنكار أن الإنسان كلما تقدم في العمر تخف مقدراته الدماغية والعقلية من ناحية التفكير 24 الماضية. ووفقا للجان 8 من رجال الدرك الأردنيين وعدد من المتظاهرين ليلة الماضية خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الأردنية احتجاجا على قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود. واليوم عادت الحياة إلى طبيعتها في ظل دعوات من بعض نقابات العمال للإضراب عن العمل. إسرائيلية على قطاع غزة منذ مساء السبت الماضي إلى 7 قتلى مع تفاقم الأوضاع الإنسانية. فقد اكتظ قسم العناية المركزة في مستشفى شفاء رئيسي بحيث افتتحت فنانة عراقية في مدينة اسطنبول معرضا فنيا خصصته للوحات تربط الإرث الحضاري الإسلامي بحضارات أخرى. كما تميز المعرض بلوحات فنية تفسر آيات القرآن الكريم بالرسم فقط. المزيد من التفاصيل في تقرير مهران عيسى. الأخبار إذا يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت skynewsarabia.com وكذلك التطبيق الخاص بموقعنا على آيباد. وبعد قليل جيد جدا للدماغ العصير المحلى سيء جدا يعني كسكريات تدخل إلى الجسد تسبب السمنة يعني دائما هناك مضار ومنافع في نفس الوقت يحتار الإنسان معها. عموما سنتحدث